فاطمة سر الله، إنها مجمع الأسرار. حينما نصلي عليها نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الأسرار تذكر حين تذكر فاطمة، صلوات على فاطمة. المقام مقام إيجاز، وإلا فهذه المطالب بحاجة إلى تطويل وتطويل وتطويل، وهذا التطويل بحاجة إلى تفصيل وتفصيل وتفصيل، وهذا التفصيل بحاجة إلى تذييل وتذييل وتذييل، والتذييل هذا يحتاج إلى تكميل وتكميل وتكميل، والتكميل نفسه يحتاج إلى تجميل وتجميل وتجميل، ولا ينتهي الكلام ولا ينتهي الكلام. نحن نتحدث عن من؟ إننا نتحدث عن فاطمة، نتحدث عن فاطمة.